نتيجه رفع اسعار الورق في الاسواق العالميه بنسبه 100%. طن الورق ارتفع من $450 الى $900. استهلاك المؤسسات الصحفيه حاليا، كل المؤسسات بتستهلك في السنه ب 750 مليون جنيه ورق، كانت قبل كده حوالي اقل من 400 مليون. فبالتالي دي زياده كبيره جدا، بجانب زياده اسعار الكهرباء والغاز والامور الاخرى اللي بتدخل بتحتاجها المؤسسات الصحفيه. فكان من الضروري اننا نقعد ونبحث، لان كثير او بعض الصحف مهدده بعدم الاصدار. احنا اتفقنا على عده اشياء مهمه: دراسه تحريك السعر او رفع السعر على ان يبدا ذلك اول سبتمبر القادم، بس ما حددناش نسبه الزياده قد ايه، وهي هتبقى نسبه زياده محدوده وهيتم الاتفاق عليها وهتلتزم بيها كل الصحف. يعني ده هيشكل، يعني هيرفع عبء قليل جدا عن الاعباء الضخمه اللي بتتحملها كل المؤسسات. الامر الثاني، تم الاتفاق على تطوير وتحديث نظام توزيع الصحف، لان الصحف لا تصل الى اماكن كثيره جدا، خصوصا المجتمعات الجديده والمدن الجديده، ودي اكبر سوق ممكن توزع فيه الصحف، لكن للاسف ما فيش منافس توزيع في هذه الاماكن. هتشكل لجنه من المؤسسات الثلاثه اللي بتتولى توزيع الصحف: الاهرام والاخبار والجمهوريه، بحيث انها تبحث عن وسائل غير تقليديه لتكون الصحيفه مطروحه في كل الاماكن، لان احنا عارفين طبعا باعه الصحف مهنه يعني بتتراجع او بتنقرض، فلازم ندخل في نظم توزيع حديثه تبقى الصحيفه مطروحه في كل الاماكن اللي بيقبل عليها الناس.